في الماضي دول الخليج وروسيا كانت تنظر إلى حماتي كمدخلهم إلى السودان. هنالك بعض التأثير لواشنطن ولكن ليس الكثير من التأثير على دول الخليج، وطبعا ما من تأثير لواشنطن على روسيا حاليا. وللأسف ما نراه اليوم هو تجاذبات سياسية في السودان، حيث هنالك لاعبين من الخارج يتنافسون على النفوذ وعلى النفاذ السياسي والثراء الذي يأتي معه. وبذلك نرى هذا التناحر بين الأفرقاء السودانيين، ولكن أيضا هناك تناحر مع تشاد وإثيوبيا ومصر. فكل دولة جارة للسودان لديها مصلحة في نتيجة التجاذبات السياسية التي تحدث اليوم، ويستخدمون تأثيرهم بطريقة أو بأخرى. والاتحاد الإفريقي يلعب اليوم ما أسميه على أنه دورا سلبي.